السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام، واليوم سوف نتكلم عن رؤية إطلاق النار في المنام. معايا مسدس أو بندقية وبطلق النار في المنام. إيه معنى الرؤية دي؟ أولا، رؤية إطلاق النار بالنسبة للمريض شفاء. يبقى لو في شخص مريض رأى أنه يطلق النار في المنام، هذه الرؤية تبشره بالخير، تبشره بالشفاء له إن شاء الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للشخص المغترب، شخص مسافر بيكد ويتعب علشان خاطر يتحصل على بعض الأموال ثم يعود بها إلى أهله، الشخص المغترب إذا رأى أنه يطلق النار في المنام، هذه الرؤية تدل على الرجوع لأهله سالما غانما إن شاء الله، فهي أيضا رؤية محمودة. أما رؤية حمل السلاح، هذه الرؤية تدل على مكانة الشخص الرائي، المكانة العالية بين أقرانه. أما رؤية إطلاق النار على أشخاص، هذه الرؤية تدل على المرض. مرض بإيه؟ بالحسد والعين والحقد من بعض الأشخاص. يعني المعنى إن الشخص اللي يشوف الرؤية دي هيحسد وهيعين، وفي ناس حاقدة عليه وبصلوا في كل الأشياء دي. هنا الحسد والعين هيتسببوا له في مرض ومع شديد الأسف. أما رؤية إطلاق الزوج النار على زوجته، هذه الرؤية تدل على مشاكل تصل إلى الطلاق ومع شديد الأسف. أما رؤية سرقة السلاح منك في المنام، هذه الرؤية تدل على الخسائر المادية الكبيرة ومع شديد الأسف. إن أنت يبقى عندك سلاح ويسرق منك في المنام، لما يسرق منك السلاح في المنام، هذه الرؤية تدل على الخسائر المادية الكبيرة. أما رؤية إطلاق القذيفة من المدفع، هذه الرؤية تدل بالنسبة للتاجر أو للموظف، بالنسبة للموظف عزل من وظيفته، وبالنسبة للتاجر خسائر كبيرة ومع شديد الأسف. إذا قلنا إطلاق الزوج النار على زوجته، عايزين نشوف المعنى الآخر العكس، رؤية إطلاق النار للمتزوجة على الزوج، هذه الرؤية تدل على مشاكل كبيرة في حياتها، وهذه المشاكل قد تؤدي إلى الحزن الشديد ومع شديد الأسف. أما رؤية حمل السلاح بالنسبة للمرأة المتزوجة، هذه الرؤية تدل على أنها سوف تعاني من القلق والتوتر الشديد، وقيل بأن هذه المرأة لا تثق في الأشخاص المحيطة بها التي تتعامل معهم. يبقى رؤية حمل السلاح للمرأة أنها تعاني من قلق وتوتر، أو أنها لا تثق في أحد من الأشخاص التي تتعامل معهم، والأشخاص دي محيطة بها سواء إذا كانوا في العائلة ولا في الجيران ولا في العمل ولا 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 في أي مكان، فهي لا تثق في أحد. ده بالنسبة لحمل السلاح بالنسبة للمرأة المتزوجة. أما رؤية المرأة أنها تطلق النار في الهواء، هذه الرؤية رؤية محمودة تدل على الخلاص من المشاكل والهموم والأحزان إن شاء الله تبارك وتعالى. دي كانت بعض الرؤى عن إطلاق النار في المنام. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.